وافق مجلس الوزراء على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة، يضاف إليه أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن، إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة. كما وافق المجلس على السماح لأبناء الأسرة الواحدة ضمن الدرجتين الأولى والثانية من القرابة باستثمار أراضي أقربائهم الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي وفق شروط محددة. بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر سالم مع ممثلين عن شركات روسية متابعة تنفيذ العقود المبرمة حول توريد الأقماح إلى سوريا، حيث تم وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة لمتابعة آفاق التعاون المشترك ومناقشة العروض الجديدة لتوريد القمح الروسي خلال العام القادم، بما يغطي حاجة سوريا من القمح والإطار الزمني للتسليم مع عروض الأسعار. توقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 2.5% خلال العام الجاري إلى 2.2% عام 2023، ما يترك الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي أقل من اتجاهه السابق، مع نقص تراكمي يزيد على 17 تريليون دولار أي نحو 20% من إيرادات العالم، وحذر التقرير من دخول الاقتصاد العالمي في ركود. فاجأ البنك المركزي الأسترالي الأسواق برفع معدلات الفائدة ولكن دون التوقعات بواقع 25 نقطة أساس، كما توقع رفع الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة، ولكن حجم الزيادة وتوقيتها سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة. وهذه هي المرة السادسة التي يرفع فيها المركزي الأسترالي معدلات الفائدة على التوالي هذا العام. انخفضت مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي من سبتمبر أيلول، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل.